السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. رجعت لكم فيديو جديد وبوصفات جديدة إن شاء الله وبأشياء جديدة. بالنسبة للوصفات ديال اليوم، كما كتشوفوا لازانيا منزلية، يعني بعجين منزلي بكل شيء في المنزل بأرخص يعني طريقة. وأيضا حضرت الباني والبطاطس الويجز واحد التحلية، وغادي نحكي لكم ايضا على المصيبه والكارثه اللي درت، اللي كنا غادي نباتوا في يعني بالزنقه ان شاء الله، غير باش تستافدوا منها وما ديروش هذا الخطا اللي درت انايا في النهار. ولكن انت مازال جديده في القناه، ما تنسيش تضغطي على الزر الاحمر وتضغطي ايضا على الجرس باش توصلي بكل ما هو جديد، وما تنسيش تخلي لي واحد اللايك اللي كتشجعني. اول حاجه البنات غادي نبدا بها هي اني غادي نبدا نجيب صدور الدجاج اللي عندي. انا هنا استعملت صدر واحد كيخرج يعني واحد الكميه كثيره، قسمته على جوج هكذا، بديت كنقطع فيه باش يجيني سهل. انا الصراحه كنقطعه يعني هو صين، ولكن هنا غير بغيت باش نمرن البنات اللي مازال مبتدئات. هذا الباني او لا اسكالوب او لا بحال شكل ديال البوفتيك، كيجي غزال غزال غزال، متشبعوش منه البنات، وخصوصا يعني الاكلات الصيفيه دابا. فكما كتجيبوا كنحاولوا انه نخليه شويه متلج يعني في الثلاجه، كيساعدنا باش نقطعوه. وكنبداو كنقطعوا بشويه بشويه كما كتشوفوا معايا. انا متعوده نقطعو صراحه، يعني كنقطعو دغيا، غير هنا بغيت نوريكم كيفاش تعملوا ليه باش يعني البنات اللي مبتدئات او لو بغاو يديروا هاد السكالوب يشوفوا الطريقه. المهم كتشدوه هكذا كتقطعوه، او لا ما عندكمش الخاطر كتخليو يعني مول الدجاج او المحل ديال الدواجن، قولوا قطعوا لك باني او سكالوب او بحال الشكل ديال البوفتيك بهذه الطريقه هذه. يعني انا هنا عندي صدر تقريبا ديال الدجاجه فيها بجوج كيلو، يعني هذا كيخرج ليا او لا ممكن يكفي اربعة الاشخاص، لاني يعني انا هنا كندير فيه صراحه يومين، يعني كناكلو فيه يومين وكيبقى الخير تبارك الله، لانه يعني كي كنقطعو هكذا رقيق كيخرج بزاف. فالمهم كنبقاو مكملين بهذه الطريقه كما كتشوفوا، كنشدو من الفوق صافي وكنقطعو، كنحاولو نضغطو بيدينا، ولكن ردوا البال لا طيروا صبيعاتكم وطيروا يدياتكم غير بشويه عليكم هكذا. صافي وكتقطعوه كما كتشوفوا كيخرج لكم رقيق سهل جدا. ودوك العظيمات يعني كما شفتوا راه كيخرج خاوي. بالنسبه لهاد العظيمات اللي بقى فيهم اللحم ممكن تستعملهم للشوربه، شوربه الخضار مثلا او لا يعني شوربه ديال لسان عصفور او لسان الطير. انا هادو كنخليهم يعني كنديرهم بحال هكذا، كيعطي واحد المذاق زوين في الشوربات. في كما كتشوفوا كملت تقطع ديال الباني ديالي، وغادي نوريكم التتبيله اللي غادي نستعملوا في هاد يعني في هاد الباني. بالنسبه للتتبيله البنات، عندي هنا واحد البصله محكوكه بالماء ديالها، عندي ايضا الثوم محكوكه، عندي الكزبره، الفلفل الاسود، الملح، شويه ديال البابريكا او التحميره، وشويه ديال الكمون، وشويه ديال الليمون ديال الحامض. ولا كنتو يعني كتبغيو داك الشطه اولا الحار، ديروا الحار كيجي زوين حتى هويا. بالنسبه للليمون اللي غايقول لي علاش الليمون كيخليه انه يجينا هكذا فتي ويجينا طايب، يعني ما يجيناش شاد في راسو. وخا ما ديروش كاع الليمون راه كيطيب، كيجي غسل ملي كيتقلى. صافي كنخلط هاد المكونات، كنتبل بهم هاد الصدوره ديالي ديال الدجاج أولا الباني. بعد ذلك كنخليهم، يعني انا علاش بديت فيهم بالاول باش نخليهم يعني يشربوا التتبيله مزيان. صافي وبعد ذلك كما قلت لكم نحطوهم في الثلاجه. هنايا بالنسبه بعد ما حطيت يعني الصدور ديال الدجاج ديالي اولا الباني في الثلاجه، مشيت حضرت عجينه اللازانيا. بالنسبه لعجينه اللازانيا البنات، لاني حاولت نحطها لكم في هذا الفيديو ولكن للاسف غادي يجيني طويل بزاف. فلا كنتو يعني باغيينها وكنتو باغيين تعرفوا الطريقه ديال العجينه ديالها اللي هي رائعه وكتجي بنينه وسهله
واقتصادية، لأن برا كتباع غالية جدا من 30 درهم مغربية، هنا في مصر أيضا كتباع غالية 50 جنيه أو لا معرفش 60 جنيه الله أعلم، وفيها غير شي جوج شريطات ثلاثة. فلا بغيتوها خليوا لي في التعاليق انكم بغيتوا العجين، ان شاء الله وغنزلها لكم. هاد العجين هذه ممكن تعملوا بها اللازانيا، الريفيولي، الكانيلوني، وكل انواع المكرونات الا بغيتوها نديروها سلسله، وان شاء الله ننزل لكم العجين والطريقه ديال تشكيل هاد المعجنات او هاد المكرونيات. انا هذه هي المعتمده عندي، عمرني ما اشتريت لازانيا نهائيا، لانه يعني ما ليها حتى شي لازمه، وهذه راه ممكن تعملوها بالقمح للريجيم يعني، او لا تعملوها بالطريقه العاديه. فخليوا لي التعليق ديالكم من تحت، وان شاء الله الا بغيتوها يعني لقيت اغلبيه باغيين العجين غادي ننزلها لكم، ننزل لكم كما قلت لكم طريقه ديال المكرونات الثانيه. صافي كما شفتوا حطيت العجين ديالي في كيس وحطيته في الثلاجه باش يرتاح. بعد ذلك مشيت كنحضر في البطاطس الويدجز، بطاطس الويدجز اللي كناكلوها في المطاعم يعني غاليه ايضا، كتكون في المطاعم بيتزا هات، في المطاعم يعني تاع الكريسبي تاع الدجاج الكريسبي اولا الكنتاكي. فهاد الويدجز سهله سهله جدا، وما كتحتاجش انه نمشيو ليها المطاعم وناكلوها وندفعوا فيها يعني فلوس. فهنا البطاطس كنقطعوها كما شفتوا بداك الشكل ديال داك يعني القطعة اللي عندي. غادي نحتاج هنا ايضا الطحين، غنحتاج شويه من طحين الذره، غنحتاج شويه من المايزينا، غنحتاج ايضا شويه من البيكنج باودر، وغادي نحتاج للبهارات اللي عندي فلفل اسود، كزبره، ثوم بودره، بصل بودره، شويه ديال البابريكا الحمراء، وشويه ديال الحار او الشطه البابريكا الحاره. صافي هادو هما البهارات ديالي اللي غادي نحتاج في هاد الخلطه، كتجي غزاله البنات وكتجي رائعه. هاد البطاطس الويدجز ممكن تخلوها الفرن، ممكن تقليوها، فليكم الاختيار. يعني الناس اللي ما كيبغيوش الزيت وما كيبغيوش ديك كثره الدهون ديروها، فرشوا ليها واحد ورق الزبده ودخلوها الفرن. فقط بغيتوها مقليه، كتخليوها هكذا كتحاولوا تهزوها شويه وكت يعني كتهزوها مع داك الخليط اللي غادا نديروه دابا. صافي وكتقليوها في الزيت. هنا ضفت شويه ديال الزعتر ايضا، بغيتو ديروا شويه ديال الزعتر ناشف، شويه ديال شنو سميتو هذاك الريحان، شويه ديال الكزبره اللي كتكون ناشفه اللي هي الخضراء، شويه او البقدونس اللي هو ناشف، لكم الاختيار. انا هنا قلت لكم الاشياء اللي ضفتها، وانتم ايضا ممكن تزيدوا تنقصوا على حسب ذوقكم. فهنايا كما كتشوفوا غادي نخلط كلشي المكونات ديالي، وغادي نضيف الماء، وغادي نخلط الخليط حتى كيتكون عندي بحال شكل خليط ديال ثقيل شويه، بحال خليط ديال البانكيك اولا ديال الكريب اولا خليط ديال الكيك. ومن بعد ذلك غادي ندير فيه البطاطس ديالي، وغادي نخليها حتى الوقت نبغي نقليها، عاد باش غادي يعني ندير الطريقه من طريقتين اللي قلت لكم، يا اما في الفرن يا اما تقليوها في الزيت. Thank you.
هنايا كما كتشوفوا مشيت دست بديت كنسلق في اللازانيا ديالي. السرعه ما كتاخذش وقت نهائيا البنات، قلت لكم لازم تجربوها. يعني هاد اللازانيا كتجي غزاله ما تشبعوش منها نهائيا، سهله اقتصاديه. فهنا كنسلق فيها غير كاتبه لي كتطلع الفوق، صافي كنحيدها وكنديرها في الماء بارد، ومن بعد غدا نبدا نخدم بها. يعني عادي جدا كاي انواع مكرونه. وهنايا كيكون عندي يعني المكونات ديال لازانيا ديالي جاهزه، المكرون اللازانيا عندي جاهزه. البشاميل حضرتها معاكم كذا مره، غادي تلقاوها في القناه. و الصلصه البولونيز اللي هي الكفته العاديه اللي كنحشو بها مثلا يعني الباط ديالنا، اولا كنديرو بها شنو كيسميوها هذوك، مهم بشات كنديرو بها دوك الصواني اللي كيدخلوا الفرن. غير هي هاد صلصه البولونيز كتكون شويه فيها الصلصه زايده، وكيكون فيها كتكون يعني سائله شويه، يعني الماء فيها شويه سائل باش كنحشيو بها اللازانيا ديالنا. هنايا البنات كما كتشوفوا كنجيبوا ديك البايركس ديالنا او الايس اللي كتدخل الفرن، كندهنوا يعني لتحت بالبشاميل، بشويه البشاميل باش تشد لينا في الطبقات اللي لتحت. وبعد ذلك كنبداو نجيبوا اللازانيا ديالنا، كنديروا طبقه ديال اللازانيا، طبقه ديال الكفته او الصوص بولونيز اللي معموله بالكفته وبالصلصه الطماطم. وبعد ذلك كنديروا الطبقه يعني ديال البشاميل من الفوق، او غير كنرشوا عليها البشاميل. كما كتشوفوني انا بالنسبه للازانيا يعني دوك القطع اللي كان حنا تحيد يعني ما كنرويهمش حتى هما كنسلقهم، وكنبقى نسد بهم مثلا الا كاينه شي خويه ولا شي. ما تخافوش منهم نهائيا، لان ملي غادي طيبوا هاد اللازانيا غدا تلصق مع بعضياتها، يعني غدا تولي مربع كما غتشوفوا معايا في الصور، غدا تولي يعني قطعه واحده. ف يعني هذوك القطع دوك القطريفات الصغار ما طعمهمش خليوهم. فهنا كما قلت لكم كنبقى كندير طبقه ديال لازانيا، طبقه ديال الكفته البولونيز، وطبقه ديال البشاميل، وكندير طبقه 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 هكذا حتى كنكمل يعني حتى الاخير. بعد ذلك كندير الطبقه الاخيره البشاميل كما غتشوفوا معايا. المهم بلا ما نكثر عليكم الهضره، هما يعني الفيديو شارح نفسه، لاني انا كنصور لكم في يعني في البالكون، الصهد بزاف فالصداع يعني كل شيء غادي يجي مسموع عندكم. مهم غير سمحوا لي وعديو. المهم البنات هنا كما كتشوفوا صافي كملت اخر طبقه اللي هي كنديروا فيها يعني واحد الطبقه ديال اللازانيا، وكنديروا فوق منها البشاميل. صافي يعني كنكملوا دوك الطريفات اللي كبقاو عندنا، وكنديروا فوق منها البشاميل. بالنسبه للبشاميل انا هنا متعوده نضيف فيها دائما واحد البيضه، ولكن نسيت ما ضفتهاش فضفتها في الاخير، بقى واحد شويه ديال البشاميل وضفتها فيها، لان هاد البيضه كتعطيها واحد الحموريه هكذا، اولا ديك
كتني كتحمر نينا من فوق كتعطيها واحد اللون زوين. صافي نتوما ضيفوها من الاول مع البشاميل، ولكن حركوا بسرعه باش ما تطيبش ليكم، لانه كيكون عندنا البشاميل سخون. فهنا غدا نحرك، وغدا يعني غدا نضيفها فوق من هذا البشاميل ديالي الثاني. نحاول اني يعني نمشي على الجناب بحال هكا. صافي وغادي ندخلها الفرن واحد 5 دقائق من تحت، ثم غادي نشعل عليها حتى تحمر ليا من الفوق. بالنسبه يعني راه ما كتاخذش معاكم اكثر من 10 دقائق، غير صافي تحمر وخرجوها، لانه عندنا كل شيء طايب. لازانيا مسلوقه، عندنا يعني صلصه البولونيز او الكفته ديالنا طايبه ايضا، وعندنا البشاميل طايب. صافي يعني ما كتاخذش لكم وقت بزاف، كتدخلها الفرن وكتبقاو رادين معها البال باش ما تتحركش لكم. ومن بعد كتخرجوها كتخليوها حتى كتبرد مزيان، يعني عاد باش كتقطعوها. يعني بالنسبه لهاد الانواع ديال لازانيا البشاميل، اي حاجه فيها البشاميل لازم ما تبرد شويه عاد باش كتبداو يتقدموها، باش ملي تقطعوها يعني وتقدموها للضيوف ديالكم او حتى لوليداتكم هكذا كتكون القطعه متماسكه، ولكن ملي كتقطعوها سخونه كيكون البشاميل مازال ما يعني ما تماسكش، فكتخرج لكم القطعه هكذا شويه يعني كتخرج لكم بحال كما كنقولوا مشتته، ما شاداش في راسها. وهنايا مشيت غدا نبدا نحضر في البطاطس ديالي اللي هي البطاطس الويدجز، غدا ندخلها الفرن. هنا درت واحد واحد شويه الزيت في صينيه ديال الفرن، اولا تفرشوا ورق زبده، من الاحسن تفرشوا ورق زبده احسن ليكم. صافي وكتحطوا البطاطس يعني وكتدخلوها الفرن، كترشوا عليها شويه ديال الزيت من الفوق وكتخليوها. كنتو بغيتوا تقليوها كما قلت لكم في الاول، ممكن تقليوها في الزيت، بغيتو تدخلوها الفرن ممكن ايضا يعني تدخلوها الفرن على حسب الذوق ديالكم. وبعد ذلك غادي تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كتجي، كتجي زوينه وكتجي مقرمشه، وداك الطعم ديال البهارات ديال الزعتر والثوم بودره، يعني البهارات كلها اللي درنا فيها، وايضا داك شويه ديال دقيق الذره كيخليها حتى هي يعني كتعطينا واحد القرمشه. وحتى ملي كتقليوها ما كتشربش لكم الزيت، لانه فيها داك دقيق الذره، فدقيق الذره ما كيخليش اي حاجه تشرب. كما شاركت معكم في الاول كنت قليت به السمك ديالي، يعني الى جربتوه البنات انكم تقليو السمك بدقيق الذره غادي تطلعوا واحد السمك اللي تقولوا نهائيا ما فيش الزيت، كيجي مقرمش وكيجي كيجي غزال، يعني ما شربش الزيت نهائيا. هاد الطريقه هذه كيديروها الاتراك بزاف بزاف. فكما كتشوفوا بعد ما خرجت البشاميل ديالي، هذا هو الشكل ديالها كما كتجي غزال يا البنات، وقدمت معها الباني قليته حتى هويا والبطاطس ديالي، وقدمت معها واحد الشوربه ديال سانطير. هذا هو الشكل ديال لازانيا من الداخل كما كتشوفوا البنات، يعني طبقه طبقات هكذا، وداك الكفته ديالنا او داك الصوص ديالنا البولونيز كيبقى هكذا باين يعني، وكيبقى يعني ماشي ناشف. وحتى طبقه البشاميل كتجي زوينه كما قلت لكم، غير ملي تخرجوها من الفرن خليوها تبرد شويه، وبعد ذلك عاد باش تقدموها باش تجيكم متماسكه. فانا هنا بغيت نصور لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، وباش ايضا نشجعكم انكم يعني تجربوا هذه الوصفه لانها كتجي غزاله. وحتى الباني او السكالوب اللي درنا ديال صدور الدجاج كيجي رطب وكيجي زوين كما كتشوفوا معايا. كنتمنى بنات تجربوا هذه الوصفات، لانه هذه وصفات صيفيه كتنفعنا في الصيف. وهذه البطاطس قدمتها مع الكاتشوب ومع المايونيز، كنتمنى تجربوهم وغادي يعجبوا وليداتكم اكيد. بعد ذلك المهم جمع الروينه، جمع الدار شويه الناس، يعني الروتين العادي. مشيت غادي نحضر لكم واحد التحليه ديال الرز باللبن، هي تحليه مصريه اللي غادي نحتاجو فيها ملعقه ديال النشا، الماء زهر، الحليب، وغنحتاجو فيها ايضا الرز المصري داك يعني داك القصيور وايضا غنحتاجو فيها هاد القشطه اللي كتشوفوها البنات، هذه اللي كناخذها من الوجه ديال الحليب، لاني انا كنجيب حليب طبيعي يعني الحليب ديال البقر كنجيبو كنفيضو. مجرد ما كنجيبو من عند يعني من عند مول الحليب، ضروري يا اما تحطيه في المجمد تخزنيه نيشان، يا اما تفيضيه وتحطيه في الثلاجه وتستعمليه. فانا ملي كيفيض كطلع واحد القشطه ديالو كناخذها. المهم هنايا كما كتشوفوا
درت الرز ديالي في الماء، يعني بعد ما كنت مخلياه كيترقد واحد تقريبا شنو الساعة. بعد ذلك درت الماء، درت الرز، درت معاه شوية ديال الملح، صافي. وغادي نخليه تسلق مزيان مزيان مزيان، يعني حتى كي كما كنقولوا صافي كيطيب مزيان وكيقرب انه يتهرى، ولكن ما كيتهراش، كنخليوه شوية شاد في الراس ديالو. وبعد ذلك هذا باش غادي نبدا نضيف المكونات ديالي. فكما قلت لكم هذه الوصفه هذه ضروري من خاصها من داك الرز، الرز المصري او الرز ماشي الكلاسي، الرز الثاني داك القصيور هذاك اللي كيكون قصيور هكذا ما عندوش داك الراس. بعد ذلك غادي نضيف عليه الحليب. كما كتشوفوا الحليب انا هنا راه كنت مفيضه، يعني كما كتشوفوا الكسرونه ضروري ما تفيضوا لانه حليب ديال البقر. بعد ذلك غنجيب ديك الملعقه ديال النشا ديالي، غادي نحركها، غادي ندير معاها شويه ديال الحليب ونحركها، حليب يكون بارد نحركها على برا. وبعد ذلك هذا نخليها غنضيفها هي اخر حاجه تقريبا، وغنضيف السكر ديالي وغنضيف الماء الزهر. وبالنسبه للقشطه اللي قلت لكم هذيك قشطه يعني منزليه، فلما كانتش عندكم القشطه، يعني انا بالعاده كندير فيه الكريمه ولكن ما عنديش الكريمه، فقلت علاش لي ما نجربش القشطه. درت القشطه يعني كتجي غساله، كتجي زوينه تهيايا لانها تعتبر راها كريمه. المهم هنا كما كتشوفوا ضفت الحليب، ضفت السكر، وضفت الماء زهر، وغادي تضيفوا ايضا فانيليا. الا ما عندكمش الفانيليا ماشي مشكل، الماء زهر كي يعني كيفي بالحاجه ديالنا، ماشي ضروري الفانيليا. صافي. وهنا غادي نضيف واحد الملعقه كبيره من هاد القشطه اللي عندي، كتعطينا واحد الطعم غزال. بالنسبه للبنات لهاد القشطه هذه هي اللي كنديروا بها الزبده البلديه، ان شاء الله غير نجمع واحد الكميه ان شاء الله، وغادي ندير لكم الزبده البلديه. غنجمع واحد الكميه لانه هذه انا كناخذها من الوجه ديال الحليب من الفوق، اولا كنبيتو في الثلاجه الا بغيتو تجمعوا هاد سميتو هاد الوجه هاد القشطه هذه، كتبيتو في الثلاجه كتفيضوه، تبيتو في الثلاجه ثاني يوم الصباح كتحيدوا ليه داك الوجه ديالو، كديروه في علبه وكديروه في المجمد، ضروري ما يكون في المجمد لانه غادي يخسر ليكم. فصافي. هنا بعد ما ضفت القشطه ديالي كنضيف النشا، وبهذا كنكون ان ضفت كل شيء المكونات ديالي، كنخليه صافي يغلق واحد شويه. وبعد ذلك كنطفي عليه وكنبدا نحطه في سميتو في دوك يعني الكؤوس ديال التزيين، كؤوس اللي كنقدموا فيها التحليات، غير هي ندوق الرز يعني السكر ديالو الاول. صافي. وهنا كما كتشوفوا حطيتو في دوك الكؤوس ديال يعني ديال اللي كنديروا فيهم التحليه، وزينتو ب يعني بالفستق، الفستق الكذاب يعني كما قلت لكم غزال البنات زوين وكينفعنا في بزاف ديال الاشياء. زينتو بالفستق الكذاب ودرت هكذا واحد الخطيط يعني فستق الكذاب، وخطيط بجوز الهند اولا الكوك، ودرت ايضا داك الخط الثالث بالفول السوداني العادي اللي ماشي كذاب اللي المهم صافي. نتوما زينوه باش ما بغيتو، بغيتو تزينوه بالشوكولاته، تزينوه بصوص الفراوله، صوص الكراميل، اي حاجه عندكم ممكن في البيت تزينوه بها، ماشي ضروري يعني بهذا الشكل. وصافي كنغطيه يعني بالبلاستيك الغذائي وكندخلو للثلاجة، بالحق حتى كيبرد شويه عاد باش كندخلو للثلاجة كنخليه يبرد. بعد ذلك مشيت كنحضر واحد شويه، عندي واحد شويه ستوره ديال الدجاج، درت لهم شويه ديال البهارات، كمون، فلفل اسود، زعتر، وغادي نحضر بهم واحد البيتزا اللي غادي ناخذها معايا عند طفلتي. هنايا كنحضر العجين. بالنسبه لطريقه العجين البيتزا راه مكتوبه عندكم، كنت حضرتها معكم قبل. فهاد العجينه ديال البيتزا رائعه البنات، ناجحه 100%، كتجي بحال ديال المخابز، كتجي روعه والله العظيم صدقوني. يعني بلا ما نحلف لكم راكم عارفين الوصفات ديالي، يعني بزاف ديال البنات كتنجح معاهم. فهاد العجينه الصراحه انا كنت عملت معكم نصها في رمضان اللي كنا عملنا بها القوارب التركيه اللي عقلتوا عليهم، والنص ديالها وهذا خزنته في المجمد. وبعد ملي بغيتها ها هي جبتها يعني
شنو درت بها البيتزا، لانه ثلاث الاكواب ديال العجين كتخرج لكم، يعني كتخرج لكم جوج بيتزات كبار. فالمهم هنايا البيتزا يعني خرجت كبيره، حجم كبير، ما عرفتش واش غادي يبان عندكم الحجم ديالها. فهنا غادا نسرحها مزيان وغادا نديرها في صينيه. بالنسبه للصينيه غير داك المقطع مشالية ضروري ما تدهنوها، ماشي دهنوها، ترشوها بالسميد. هاد الحركه هذه كيديروها المطاعم الكبيره ديال البيتزا، المطاعم يعني اللي كيديروا البيتزا. علاش كترش بالسميده؟ يعني ما كدهنوهاش نهائيا بالزيت، كترشها بالسميده. علاش؟ لانها كتجينا مقرمشه من التحت، يعني ما كتجيناش بحال هكذا من العجنه، كتجينا مقرمشه من التحت. علاش؟ دائما في المطاعم كتلقاو ديك الطبقه التحتانيه اللي كانت تحت في الفرن مقرمشه. هذه هي الطريقه ديالهم. المهم هنايا حطيت الصلصه ديال البيتزا. المهم نتوما ديروا اي صلصه معتمده عندكم. انا درت يعني غير طماطم قطعتها، درت معها شويه ديال الثوم، درت معها شويه ديال البهارات، فلفل اسود، الكمون، الكزبره، شويه ديال الزيت، وشويه هكذا ديال التحميره. صافي وخليتها حتى دبلات ودهنت بها البيتزا ديالي. وهنا كندير الخضار، الفلفل، البصل، الزيتون الاسود، والطماطم، وهاد الصدوره ديال الدجاج اللي درت. وبعد ذلك غادي نبرش عليهم الجبنه، اولا غنحك عليهم الجبنه وندخلوها للفرن من تحت اولا حتى كطيب مزيان، عاد باش كنشغل عليها من الفوق. وهنا يا البنات نستغل معكم الفرصة، يعني بما كملت هاد البيتزا ونحكي لكم اشنو اللي طرا ليا. المهم فالنهار البنات مشينا، صافي خرجنا، ستيت الدار. يعني انا متعودة اني ناخذ المفاتيح ديالي، يعني اللي كتكون ورا الباب. الزوج ديالي عنده مفاتيح وانا عندي مفاتيح، فمتعودة قبل ما نخرج كناخذ المفتاح ديال الدار كنخشيه في الشنطة ديالي. صافي وكنخرج وكنسدو من برا، يعني هذيك احتياطي لا ضاع ديال الزوج ديالي ولا شي حاجة، انا عندي مفتاح ديالي في الشنطه. مهم نسيت، يعني ما خديتوش، خليته لاصق في الباب. خرجت سديت الباب من برا بالمفاتيح ديالي، يعني ديال الزوج ديالي، وصافي مشينا. المهم سديته، يعني سديت هكذا كديري دوك السقطات كتسدي. مشينا، المهم نيجينا كنحلو في الباب، باب ما كيتحلش. كيفاش يعني؟ اكيد قلنا غير شي حاجه، يعني غير مهم في شي حاجه حابسه ولا شي حاجه. كنحلو تفكرت انه كاين ساروت لداخل، فالساروت لكن الساروت اولا المفتاح كاين لداخل، راه مستحيل انه الباب يتحل نهائيا. المهم ما عرفنا شنو غنديروا، نهرسوا الباب ولا نحاولوا، يعني فكرنا بكل شي الطرق، ما بغاش يتحل لينا الصراحه. يعني حتى نزلنا منشور على الفيس، راجلي كيسول يعني الباب راه تسد ليا هكذا، كيفاش ندير شي طريقه باش نحلو يعني من غير ما يتهرس. يعني وتبارك الله حنا عندنا واحد الباب اللي صحيح، يعني الباب في مصر كيديروهم صحاح، هذاك العود الغليظ. المهم انا مشيت بقيت عند يعني عند الاستيجه، هو راجل يعني راجل اختو. ما كاينش حل كيفاش يتحل داك الباب الا انه يعني دقوا على الجيران ونقزوا من الباركو، يعني نقز من الباركو رجل طفلتي من عندنا من الباركو للباركو الثاني. المصيبه اني انا يعني عندي بارك، عندي جوج باركوات، يعني هو طويل جوج بلكونات، هما هي بلكونه واحده ولكن جوج بواب كيدخلوا ليها. فانا ما شاء الله عليا يعني في هذا النهار بالضبط قررت اني انا نسد كل شيء البيبان، يعني كنخليهم باش كيدخل شويه البرد. قررت اني نسدهم مسدودين، ما كاينش حتى منين يدخل، يعني ها هو نقز ولكن ما كاينش منين يدخل. هو تبارك الله عليه شاطر في هذا الشيء، حلو بالطرنوفيس ما عرفتش كيفاش حل. المهم حل داك الباب ديال الباركو ودخل وحل الباب من هنا، لقى السوار لاصقين اللور. المهم صراحة واحد المعاناة، يعني نفرض انه ما كانش الجيران ديالنا قراب، لانه الباب حدا الباب قراب لينا والباركو ملاصقة مع يعني معاهم، فالحيط غير قصير وخطر. انا في الطابق الرابع، يعني خطر انه الواحد ينقز من هنا لهنا. فالصراحة البنات قلت ضروري ما نشارك معاكم هاد يعني هاد المصيبة اللي درت، وضروري ما كل وحدة من تجي خارجة يعني تشيكي وتشوفي المفاتيح ديالك تحيديهم من ورا الباب، لانه الصراحة راه مصيبة. يعني ملي كيتسد عليك الباب ما كتلقيش كيفاش تحليه، اولا ملي كيكونوا السوارت ورا الباب ما كتلقيش كيفاش تحليه. فخذوا بالكم ما ديروش هاد الغلطة ديالي والا غتباتوا في الزنقة.
وصافي هادشي اللي يعني هادشي اللي كان هادشي اللي طرا ليا بغيت نعاودو معاكم باش تبقاو دائما تاخدو بالكم يعني وتردو بالكم. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سالا، كنتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا وخديتوا بعض الافكار وخديتوا العبرة مني. اكيد هذه اهم حاجة في هذا الفيديو ديال اليوم. ونقول لكم مع السلامة حبيباتي، وما تنساوش ضروري تخليوا لي لايك ديالكم، تعليقكم، اقتراحاتكم، وتشيروا الفيديو مع احبابكم واصحابكم ايضا، لان هذا الشيء كيساعدني وكيفرحني. ونقول لكم مع السلامة، وتسناوني في الفيديو جاي ان شاء الله اللي غادي يكون فيديو زوين 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 بزاف، واعر فيديو اللي انتظرتوه من شحال هادي ان شاء الله حبيباتي. مع السلامة.